Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to a social experiment out of Gaza. It's been suggested by a lot of you guys, so thank you very much for sending me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I would like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when a new video is uploaded. Stay tuned, guys. We'll be right back. Welcome back, guys. We're going to get started with the video momentarily. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. And with that said, let's get started with our first video of the day. انك انت تحرق العالم الاندونيسي انك انت تحرق العالم الاندونيسي ممكن تديني ال100 دولار تفضل الان انا مستعد احرق ال100 دولار الامريكي وما احرقش عالم دولة اسلامية ما احرقش عالم دولة اسلامية الشعب الفلسطيني حبا كبيرا لدولة اندونيسيا فهو على يقين بحجم التعاطف والدعم الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية هيا لنرى ماذا تمثل اندونيسيا للشعب الفلسطيني شو اكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزة ومين اللي انشأ ودعمه والله اكبر مستشفى موجود في قطاع غزة هو المستشفى الاندونيسي هذا العلم علم دولة ايش دولة اندونيسيا اكيد اذا ممكن تمسك لنا العلم طيب اول شيء هذه قداحة مسك في ايدك وهي 100 دولار هذه ال 100 دولار مقابل انك انت تحرق العالم الاندونيسي انك انت تحرق العالم الاندونيسي ممكن تديني ال 100 دولار تفضل الان انا مستعد احرق ال 100 دولار الامريكي ما احرقش عالم دولة اسلامية الدولة الاسلامية دي في بينها وبيننا توأمة اسلامية ما بين القدس وما بين اندونيسيا تأكد تماما الدولة الإسلامية هذه لا يمكن إن نكون واقفين جنبها ومعها في كل أزماتها حتى في عيد استقلالها تمام ال 100 دولار الأمريكي ترجع قداحة ترجع والعلم هذا رح نحطه بجانب العلم الفلسطيني عشان نقول فلسطين واندونيسيا هم إسلامية واحدة بارك الله فيك الآن في عيد استقلال أندونيسيا 75 شو بتتمنى لأندونيسيا؟ الرخاء الاستقرار بنتمنى للشعب الأندونيسي كثير والرفاهية خذ وقتك دقيقة تفضل نسألك تعرف معلومات عن أكبر دولة إسلامية في عدد مسلمين؟ أندونيسيا رابع دولة في العالم عدد سكان موجود في أندونيسيا الآن نفرجيك علم تعرف إن علم دولة إيش؟ أندونيسيا هذا علم دولة أندونيسيا صحيح امسك هذا العلم بدنا نعطيك أول شيء قداحة تفضل ومقابل 100 دولار تحرق لنا العالم الإندونيسي والله لو تجيبوا كنوز الدنيا دولة إسلامية قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني يعني مش صح اللي أنت كمان بتسوينا تعمل لقانا أحرق عالم دولة إسلامية مش صح اللي أنت كمان بتسوينا تعمل لقانا أحرق عالم دولة إسلامية بارك الله فيك كان اختبار نشوف مدى تعاطف الشعب الفلسطيني مع الشعب الاندونيسي الشعب الاندونيسي كان تحت احتلال كما هو الشعب الفلسطيني تحت احتلال في ذكرى استقلالهم ال 75 شو بتتمنى لدولة اندونيسيا ان شاء الله بيظهروا وبنعموا بالامان اكثر واكثر ولقدام ان شاء الله الان اندونيسيا كانت واقعة تحت الاحتلال بتعرف كم يعني متى تحررت من هذا الاحتلال والله تقريبا يعني امتى تحررت انا ما بعرف بس هي كان في عندها يعني استعمار عدد من المستعمرين وهي كافحت وناضلت لحد ما تحررت واحنا كشعب فلسطيني احنا بنوقف مع الشعوب اللي بتسعى لانها تتحرر من الاستعمار باي نوع من انواع الاستعمار لانه احنا شعب فلسطيني مجربين وان شاء الله بنتحرر كمان زيهم تمام الان هذا علم دوله بتعرف علم دوله ايش علم اندونيسيا علم اندونيسيا بنحيي علم اندونيسيا وان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين وان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس
مع علم فلسطين. طب خالتي اول شيء هي في ايدك قداحه وبدنا نديك مقابل انك تحرقي العلم الاندونيسي مده. لا مش 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 ممكن. بس على واحد انا بحرقه هو علم اسرائيل. بس على واحد انا بحرقه هو علم اسرائيل فقط. ولا 100 دولار ولا مليون دولار بحرق هذا العلم. هذه دوله مسلمه، كيف انا احرق علمها؟ الان في عيد استقلالهم ال 75، شو بتتمني لاندونيسيا؟ بنقول لهم بنبارك لهم استقلالهم وان شاء الله بيكون عندهم تطور، بيكون في عندهم لا دائما للأفضل، يعيشوا بحياة أفضل وبرفاهية، وإن شاء الله كل الدول تتحرر. وخاصة أكبر مستشفى في شمال قطاع غزة، إيش اسم هذا المستشفى؟ مستشفى الأندونيسي شمال القطاع. تعرف ليش تسمى ليش سموه بالمستشفى الأندونيسي؟ عشان دولة أندونيسيا هي اللي دعمته. الدعم الأندونيسي لقطاع غزة وقف عند المستشفى الأندونيسي ولا تعرف إنهم يعني في لهم دعم آخر؟ طبعا لهم دعم اخر، قدموا مساعدات طبعا اللي هو للايتام طبعا، ومساعدات خيريه للشعب الفلسطيني. طب نسالكم عن علم، علم اي دوله هذا؟ علم اندونيسيا. بتوافقي هذا الاجابه؟ طبعا اكيد بوافقها. طيب هي علم لك وهي علم لها. الان هي قداحه معاكم وهي مقابل انكم تحرقوا العلم بدنا ندي 100 دولار لكم، بتقبلي تحرق هذا العلم؟ لا. ليش؟ لأن أندونيسيا دولة مسلمة، أندونيسيا دولة مسلمة، ليش نحرق علم؟ ودعمت غزة، ليش نحرق علم؟ طبعاً لأ، لأن أندونيسيا طبعاً دولة مسلمة ودعمت فلسطين وساعدتهم وقدمت لهم كتير أشياء طبعاً للشعب الفلسطيني، بالذات اللي هو ساعدوا قدمت مساعدات خيرية وأشياء تانية، والمستشفى الأندونيسي هنا عنا في إلهم، وبنحب يعني نقدم لهم كل الشكر إلهم على جهودهم معنا. شو بتتمنى لأندونيسيا من الشعب الفلسطيني؟ طبعا بتمنى لها بردك الخير، وطبعا بتمنى لها ان شاء الله تتطور اكثر، يبعد عنهم الامراض، يبعد عنهم الاعداء، ويبعد عنها كورونا والاشياء هذه. بدنا نسالك اكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزه تبع اندونيسيا. اللي عملته للشعب الفلسطيني. عملته اندونيسيا للشعب الفلسطيني. نعم. طيب الان هذا العلم تعرف علم دوله مين؟ علم دولة اندونيسيا الشقيقة للشعب الفلسطيني. طيب. الان لو اديناك هذا العلم، تفضل مسكو، واديناك معاه هذا ال100 دولار وقلنا لك مقابل انك تاخذ هذا ال100 دولار احرق العلم الاندونيسي. احرق العلم الاندونيسي. برفض رفضا باتا. يعني في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب يعني بتكون ال100 دولار شيء مناسب لانسان مقابل انه يعمل هيك؟ دولة صديقة اغلى من ال100 دولار واغلى من مليون دولار. طب الآن أندونيسيا لها 75 سنة محررة من الاحتلال، في عيد الاستقلال الأندونيسي شو بتوصل رسالة لأندونيسيا وشو بتتمنى لهم؟ بتمنى أن الله يوفقهم ويزدهر الخير والرخاء معهم، وأنه دائما يقفوا مع الشعوب المظلومة كالشعب الفلسطيني. أمنيات الشعب الفلسطيني لدولة أندونيسيا ولشعبها أن تنعم بالحرية والسلام والازدهار أبد الدهر. Wow guys, so that was a social experiment from Gaza where the reporter was doing basically approaching people and asking them about Indonesia. So the first person that he approached, he asked them where is like who has built the biggest hospital, and he said the biggest hospital is like the Indonesian hospital in Gaza, and he showed him the flag and he asked him which country's flag is this. So he said Indonesia, and then he gave them a copy of the flag along with a lighter, and he said I'm going to give you $100 if you can burn the flag. And he did the, you know, with the rest of the people that he came across as well. And, you know, all of them said exactly the same thing, that that's a Muslim country, has been helping us. There's no way that we're going to burn the flag, even if you give us $1 million, you know. The Palestinian people are not poor, you know. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them. The area that they're living in, if they pass away, right, they're shaheed and they go to Jannah. So, you know, they're not in need of, for example, money. And no matter how much
money people would give them that respect, the love that they have for any country or region, nobody can take away from them. And they have, mashallah, a lot of love and respect for Indonesia because of the Indonesian people as well as the Indonesian government helping and giving aids. And I'm pretty sure that they probably have the same love for Turkey as well, which is subhanAllah, really, really amazing to see. It was nice and everybody loved them as well as they wished Indonesia happy independence. So I want to wish you guys a happy independence as well, since it was at the beginning of the week. I really enjoyed this video, guys. I hope you did too. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, please put in the comment section below. As always, thank you very much, guys, for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. And inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.